السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة ASL TV. معكم أم ناريمة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديرو فطائر بالزيتون والجبن. نبدأ على بركة الله. بسم الله. قبل كل شيء أنا هنا حكمت درت كاس تاع السميد يكون رقيق، تحبي ديريه رطب كيما تقدري ديريه رقيق. زيدي عليه مغرف معمرة مليح هكدايا تاع خميرة الخبز، وزيدي مغرف تاع السكر، مغرف تاع السكر هكذا تكون مسوحة. خلطيهم شوية وحطي عليهم جوج كيسان تاع الحليب يكونوا دافيين، وخلي هاد السميد كي شغل يتنفخ شوية. غطيه المنديل وخليه هكذاك واحد 5 دقائق ونرجعوا ليهم. بعد مرور 5 دقائق هكذاك، هنا علاش خليناها غير باش ينتفخوا لنا هذوك شويه الحبيبات تاع السميد وتجينا النتيجه مليحه هكذاك. دوك هنا نكملوا المكونات تاعنا. دوك لنا زيدي 4 كاس تاع الزيت، زيدي حكمي تانيك هكذايا بالمغرف، قيس هكذا 2 مغارف تاع الزبدة تانيك ولا لا مانكارين كيما تحبي. هايليك ما تقطعيش هكذا كيما ترفدي بالمغرف، خلاص. زيدي هذاك الباكي تاع لا ليفور، نزيدو هنا باكي تاع لا ليفور ونطمو بالفارينة. فارينة تكوني سيرتيها تانيك، ما تحطيش برك. كملي هكذا خلطي بالملعقه حتى تحل، حتى ما وصلوا القوام المطلوب اللي هو تكون عجينه طريه ومتماسكه. هكذا نبداو نزيدو في الفرينه، قلت لكم تكون مصيره. الحليب لهنا كي تحطيه لازم يكون دافي، عطاش بزاف الاخوات يسالوني يقولوا لي لا بارد ولا دافي. ودوق هنا ملحي، منحي لا كونتيتي اللي تخرج لك. قول لها استعملي يدك باش تعرفي القوام المطلوب. هنا بلا ما تعجني لمي برك هكذايا ودوري هايليك، وهاي العجينه اللي وصلنا ليها تمتم. شوفي عجينه تلصق بصح طريه تقدري تخدمي بها. هاي قلنا هنا خليها في الريسيبيون تاعها، خليها حتى تخمر ومن بعد نكملوا الفطائر مع بعض. هنا دوك نمروا الحشوه تاع الفطائر تاعنا. عندي لهنا كميه تاع الزيتون الاسود، كميه تاع الفرماج، مية تاع المعدنوس تانيك هنايا قطعته هكذا رقيق، وعندي 3 حبات تاع البيض تانيك. هنا ما نقدرش نعطيكم مقادير مضبوطه، ديروا حسب افراد العائله تاعكم شحال راكم حابين ديروا الخبيزات تاعكم فطائر. انا هنا الزيتون واش درت له، كاين ينحلوا العظمه ومن بعد يمكسيوه، انا نحكمو ديريكتومون هكذا حبه، نحكم سكرفات ونرحيها وليك تمتم يترحى، وكاين اللي يقطعوه رقيق كيما تحبي ديري له تمتم يترحى لك. ها من بعد واش ديري؟ احكم
كمي وسمو الفرمان تزيدي حطيه معاه وماسيهم، خلطي كامل المكونات لهنايا. بصح الملح ما ديريش، هاو كلش مالح، هاد الحشوه تزيد تجيك مالحه اكثر واكثر. الزيتون كيما قلت لك تقدري تقطعي رقيق، تقدري تميكسي تنحيلو العظم وتميكسي، تقدري ديري بسكرفات كيما درتو هنايا الكميه اللي تحبي لهنايا. هاي ليك خلطي كلش، ومن بعد بسكرفات تانيك زيدي ريحه البيض فوقهم وخلطي كل حاجه، حتى تخلطي قبل الفرماج مليح باش البيض هذاك ما يرجعلكش هنايا كي شغل امبيوري. ربحيه وخلطيه برك وخلاص. هنا بعد ما ترحي البيض احكمي مغرف تاع زيت الزيتون ولا زوج وزيديها، واللي ما يحبوش يقدروا يستغناو عليه، هي نورمالمون في الوصفه هكذايا. وخلطي دوك كل حاجه مع بعض، كي تخمر العجينه تاعنا نشكلوهم. هاوليك العجين تاعي بعد ما خمر، انا هنا رشيت البلون طخافاي تاعي بالفارينة ونحيته حطيته هكذايا. دوق لميه بلا ما تعاودي تعجنيه باش يسهل عليك العمليه من بعد، وقطعيه حسب الخبيزات اللي راكي حابه ديريهم، تحبيهم كبار صغار مويان كيما تحبي. دوك لهنا نبداو نشكلو في الخبيزات تاعنا، انا ديجا بديت نشكل فيهم. واش ديري حكمي هنايا شويه برك تاع الفرينه ما تكثريش باش يطلقوا لك، هذا ما كان. وحكمي وحده من الكرات هادو تاع العجين وطرقيها هكذا في الفرن. انا هنا قسمتهم على 10 خبيزات صغار، طرقيهم هكذايا الطول اللي تحبي نتيا، ومن بعد عاودي دوريها خليهم يرتاحوا شويه باش يعطوك الطول هكذا تخدميهم فاسيلمون. ها شوفي هكذا ديريهم في الطول، الطول اللي تحبيه نتيا، ومن بعد احكمي الحشوه وديريها هكذا. ما تلحقيش برك لهنا الجوانب باسكو راح نغلقوها من تما. وهنا الحشوه للامانه الوصفه ما فيهاش زروديه، انا ما نحبش البيض يجي ناشف هكذاك بزاف، وما نحبوش يجي مالح بزاف، على بها زدت له زروديه. اللي تحب تنحي تنحي، كيما تقدري تغيري في الحشوه كيما تحبي. بصح الوصفه هذه هي الاصليه، قلت لك نحي منها غير زروديه برك. احكمي هذاك العجين هكذايا طلعيه هكذا، طلعيه وعبزي لهنايا مليح هكذايا، هايلك عبزيه مليح مليح باش ما يتخرجلكش الحشوه. ومن بعد ديري شوفي شحال راكي حابه الخبزه تاعك كبيره ولا صغيره، ومن بعد قلبي هدايا هكذايا برك. هاهو عاودي قلبي الخبزه تاعك وحطيها في الصينيه وجرات في الماء، تشكيله سهله بالبزاف. قلتلكم انا هنا بديت نشكل هاوليك، ومن بعد حطيهم جرات في الماء هاهي في الصينيه تاعك. دوك لهنا نخلوهم يزيدوا يخمروا شويه ماشي بزاف، ندهنوهم قبل. وهنا الديكور كيما تحبي، تحبي ديكوريهم تحبي تخليهم هكذايا سامبل. دوك نحكموا الحليب، خلطي معاه شويه تاع القهوه ولا البيض، خلطي معاه الحليب والقهوه كيما تحبي لهنايا باش تحبي ديري لا دوغور تاعك. ندهنوهم كامل، ومن بعد نديرولهم شويه تاع الجلجلان والسانوج، نخلوهم برك يزيدو يخمرو شويه برك ماشي بزاف، ونحطوهم يطيبو على اقصى درجه. هاذيك الخبيزات تاعي بعد ما طابو صدقوني يخرجوا ما شاء الله. الهدف لهنا هي العجينه،
هاد العجينه تخرج تشبب بزاف، سواء في هاد الفطائر ولا فطائر واحد اخرى اللي حبيتي ديريها. شوفوا كيفاش تخرج، ومام هذيك الثانيه يقولنا شديناها هكذا واقفه وتحطيها تعاود تشد بلاصتها وتولي بلا هايليك ويطيبوا ما شاء الله. شوفي يخرجوا طريين ويخرجوا بنان. تانيك هنا الحشوه كما تحبي ديري لها، المهم تتقيدي بالزيتون والبيض والفرماج، تحبي تزيدي ولا تنقصي كما تحبي. انا لهنا زدت لها زوديه وانتم كما تحبوا ديروا. دوك نقسم معكم وحده تشوفوها كيفاش خرجت، هما كامل خرجوا ما شاء الله. هاي ليك شوفي كيفاش تجي، تخرج هشيشه، تخرج شابه، تخرج بالبزاف وتخرج بنينه. تانيك هاي كامل شوفي كيفاش يجو، كامل يجيو طريين. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. ما بقى لي غير نقول لكم كي العاده ابونيو للقناه باش يوصلكم كل جديد تاعنا، بارطاجيو هذه الوصفات مع الاصدقاء والاقارب. خليتكم في امان الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.